بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله ورحمته المهداه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي في لقاء جديد بإذن الله تعالى مع درس جديد من دروس النحو، واليوم سيكون درسنا بأمر الله عن البدل. كثير منكم أبنائي وبناتي يسأل ما البدل وما أنواعه وما إعرابه. اليوم بإذن الله سنتعرف على هذا الدرس ونتدرب عليه جيدا من خلال النماذج التطبيقية التي سوف تجدونها معنا في هذا اليوم. ولكن قبل بدء الدرس أبنائي وبناتي أشرح لكم ما المطلوب منكم في هذا الدرس. يطلب منكم أبنائي وبناتي في هذا الدرس، وهي أهداف الدرس، أن نتعرف سويا على البدل ونتعرف على أنواعه، وأن نستخدم البدل في حديثنا وفي كتابتنا. كذلك يجب أن نمتلك مهارة التمييز بين أنواع البدل الثلاث. هيا بنا أبنائي وبناتي ننظر إلى هذا النشاط. تأملوا معي الأمثلة التالية. لدي ثلاث جمل، في كل جملة منها كلمة ملونة باللون الأحمر. نقرأ الأمثلة سوية. ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق عمر بن الخطاب. كرم المدير المتفوق زيدا. سلمت على الفائز زيد. هذه الكلمات الملونة أبنائي وبناتي إذا نظرنا إليها مثلا في الجملة الأولى نجد أن كلمة عمر هي نفسها الفاروق، فإذا ذكر الفاروق انصرف الذهن مباشرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك إذا قلنا مثلا الصديق فينصرف الذهن تماما إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. وفي المثال الثاني نجد أن كلمة زيدا هي نفسها المتفوق، وكلمة زيد في المثال الثالث هي نفسها الفائز. عندما ننظر إلى هذه الأمثلة أبنائي وبناتي نجد أن هذه الكلمات الملونة باللون الأحمر قد أخذت نفس إعراب الكلمة التي تسبقها. لذلك في المثال الأول نقول أن كلمة عمر بدل من كلمة الفاروق، وكلمة زيدا بدلا من كلمة المتفوق، وزيد بالكسر هي أيضا بدل من كلمة الفائز. عندما يكون البدل الكلمات الملونة هي نفسها الكلمات المبدل منها التي أمامها مباشرة، في هذه الحالة نقول أن هذا البدل يسمى بدل كل من كل، أو بدل مطابق، بدل كل من كل أو بدل مطابق. بدل مطابق لأن عمر هي الفاروق، وزيدا هي المتفوق، وزيد هي الفائز. ننتقل أبنائي وبناتي إلى النشاط الثاني. لدي أيضا مجموعة من الأمثلة، ثلاثة أمثلة. أكلت الرغيف نصفه. شربت العصير ثلثه. قرأت الكتاب ربعه. عندما نتأمل الكلمات الملونة في هذه الأمثلة الثلاث نجد أن نصف الرغيف هو جزء من الرغيف، وثلث كوب العصير هو جزء أيضا من العصير كله، وربع الكتاب جزء أيضا منه.
في هذه الحالة نقول على هذا النوع من البدل بأنه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. ونلاحظ أيضا أبنائي وبناتي أن كلمة نصفه وثلثه وربعه قد أخذت نفس إعراب الكلمة التي تسبقها التي أخذت منها، فنصفه منصوبة مثل كلمة الرغيف، وثلثه منصوبة لأننا نصبنا كلمة العصير، وربعه أيضا منصوبة لأن كلمة الكتاب قبلها منصوبة. هذه الكلمات وهذا النوع من البدل اسمه بدل بعض من كل أو بدل جزء من كل، بعض من كل أو جزء من إيه؟ من كل. ونلاحظ أيضا أن البدل الكلمات الملونة أمامنا كلمة نصفه وثلثه وربعه تشتمل على ضمير يعود على المبدل منه، فنصفه بها ضمير الهاء الذي يعود على الرغيف، وثلثه بها ضمير الهاء الذي يعود على العصير، وربعه بها أيضا ضمير الهاء الذي يعود على كلمة الكتاب. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. لدينا أيضا بعض الكلمات الملونة في هذه المجموعة الأخيرة. أعجبني الكتاب فكرته، أعجبتني الفتاة خلقها، أدهشني الحفل تنظيمه. هذه الكلمات الملونة مثل سابقتها تماما، نقول عليها أنها بدل من الأسماء التي توجد قبلها، فالفكرة بمثابة الجزء من الكتاب، لكننا لا نقول عليها بدل جزء من كل، بل نقول عليها بدل الاشتمال، لأن الكتاب اشتمل على هذه الفكرة. كذلك الخلق، فالفتاة اشتملت على هذا الخلق. وكذلك مسألة التنظيم التي اشتمل عليها الحفل. ونلاحظ هنا أيضا أبنائي وبناتي أن الكلمات الملونة قد اتصل باللون الأحمر، قد اتصلت بضمير يعود على المبدل منه وهو الاسم الذي قبلها، وأن هذا الضمير ضمير مطابق. فمثلا الهاء في فكرته ضمير عائد على مفرد مذكر، يتناسب أي يطابق كلمة الكتاب المفردة المذكرة. وكلمة خلقها نجد أن الهاء هنا هاء أيضا تعود إلى مؤنث، ضمير غائب مؤنث يعود على كلمة الفتاة. وفي كلمة تنظيمه نجد أن الهاء تعود أيضا على كلمة الحفل. هذا النوع من البدل يسمى بدل الاشتمال. إذن لدينا الآن ثلاثة أنواع من البدل. النوع الأول إذا كان البدل هو نفسه المبدل منه نقول عليه بدل مطابق أو بدل كل من كل. أما إذا كان البدل جزءا من المبدل منه فإننا نقول عليه بأنه بدل بعض من كل أو جزء من كل. أما إذا اشتمل المبدل منه على البدل، يعني اشتمل عليه وعلى غيره لكنها بمثابة الجزء منه، نقول عليه في هذه الحالة بأنه بدل إيه؟ بدل اشتمال. هذه اللوحة أريدكم أن تلتقطوها بكاميرات جوالاتكم حتى تكون لكم معينة. هذه اللوحة تبين لنا أنواع البدل، فنجد أن لدينا بدل مطابق وبدل بعض من كل وبدل اشتمال. أريد منكم الآن بعد أن ترسموا هذه اللوحة في دفاتركم أن تكتبوا
أسفل كل نوع منها مثال. أريد منكم أن تأتون بأمثلة على البدل المطابق وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال. حاولوا أن تدربوا أنفسكم على هذا الأمر جيدا حتى ولو كان بعد انتهاء حصة اليوم. نريد أن نتناول هذه الأنواع بشيء من التفصيل الأكثر، ونذهب أيضا إلى بعض الملاحظات التي ممكن أن تأتي إلينا في هذه الصورة. أولا، البدل المطابق أو بدل الكل من الكل هو البدل الذي يتساوى فيه البدل مع المبدل منه في المعنى وفي الإعراب، بحيث إذا حذف المبدل منه لا يتأثر المعنى. فمثلا قولنا الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين، يمكننا أن نحذف كلمة عمر ونقول الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين كذا، وتم المعنى دون أن يتأثر المعنى أو يختل. وإذا جئنا إلى الإعراب فنجد أن كلمة الفاروق تعرب مبتدأ مرفوع بالضمة، وكلمة عمر تعرب على أنها بدل من كلمة الفاروق، والبدل قاعدة أساسية يتبع المبدل منه، فإذا كان المبدل منه مرفوعا يكون البدل مرفوعا، وإذا كان المبدل منه منصوبا يكون البدل منصوبا، وإذا كان المبدل منه مجرورا يكون البدل مجرورا كما رأينا في الأمثلة السابقة. البدل المطابق يأتي على أربعة أشكال. اللوحة التي أمامنا تبين لنا الصور التي يأتي عليها البدل المطابق. قد يكون البدل المطابق الوظيفة وصاحبها، مثل قولنا الأستاذ أحمد والخليفة عمر، أو قد يكون صفة أو لقبا ويتبعه علم، مثل قولنا الصادق محمد. فالصادق صفة ومحمد علم، ومثل قولنا أيضا الفاروق عمر، فالفاروق لقب وكلمة عمر علم، يعني دل على مسمى بهذا الاسم. وقد يكون اسم البدل أيضا يأتي في على شكل اسم إشارة وبعده اسم معرف بالألف واللام، مثل قولنا هذا العالم مبدع، فكلمة العالم معرفة بالألف واللام وجاءت بعد اسم الإشارة هذا، عند ذلك نعربها على أنها بدل من اسم الإشارة، بدل من اسم الإشارة. عندما نعرف مثل هذا المثال نقول أن هذا اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والعالم بدل من اسم الإشارة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومبدع خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والصورة الرابعة التي يأتي عليها البدل المطابق قد تكون تفصيلا بعد إجمال، مثل قولنا اقرأ الكتابة، اقرأ الكتابة، بعدها نذكر كلمة كتاب النحو أو كتاب القراءة أو كتاب العلوم. فهذه هذا التعبير كلمة كتاب النحو تعرب على أنها بدل من كلمة الكتاب، لأنها تفصيل بعد ذكر كلمة الكتاب، فصلنا أو فسرنا كلمة الكتاب بأنه كتاب النحو. لدينا بعض الملاحظات هنا في هذا الجزء المتعلق بالصور التي يأتي عليها البدل.
إذا سبق اسم الإشارة بحرف نداء فإن ما بعده يعرب نعتا، مثل قولنا يا هذا العالم. فالمنادى هنا هو اسم الإشارة، وكلمة العالم تعرب على أنها بدل من اسم الإشارة. وفي قولنا أيضا أي هذا الشاكي وما بك داء، الذي أخذناه في نص كن جميلة. فأي أداة النداء، وهذا هو المنادى، وكلمة الشاكي كلمة معرفة بالألف واللام، وتعرب في هذه الحالة نعتا لكلمة أي. قد يكون الاسم المعرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة، يأتي الاسم المعرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة لكننا لا نعربه بدلا، كيف يكون هذا؟ وذلك إذا لم يشر هذا اسم الإشارة إلى ذلك الاسم، مثل قولنا الطلاب تفوقوا وساعدهم على هذا الاجتهاد، فكلمة الاجتهاد ليس المقصود بها كلمة هذا. فالاجتهاد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا بدلنا اللقب مكان الاسم فإنه فيه تلك الحالة يعرب نعتا، يعرب نعتا. وكذلك اسم الإشارة، إذا بدلنا اسم الإشارة مكان الاسم المعرف بالألف واللام الذي يأتي بعده، أبدلنا كل واحد منهما مكان الآخر، في هذه الحالة يعرب نعتا. مثل قولنا عمر الفاروق يحكم بالعدل، فعمر مبتدأ والفاروق نعت لعمر. والطالب هذا مجتهد، فكلمة هذا تعرب نعتا لكلمة الطالب. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من البدل، وهو بدل الجزء من الكل أو البعض من الكل. هو زي ما قلنا أن هذا النوع من البدل يكون البدل جزء من المبدل منه، يكون جزءا من المبدل منه، سواء كان هذا الجزء صغيرا أو كبيرا. وقلنا أيضا أنه يشترط فيه أن يشتمل على ضمير مطابق يتصل به ويعود على المبدل منه. ولدينا بعض الألفاظ التي إذا وردت في الجملة نتعرف عليها بسهولة أنها تكون بدل بعض من كل، مثل كلمة ضعف ومعظم وأغلب وأكثر وأقل وصغير وكبير وقديم وحديث وبعض وجزء ونصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسعة وتسعة وعشر. كل هذه الكلمات في غالب أحوالها تأتي بدل بعض من كل، مثل قولنا قرأت الكتاب نصفه، قرأت الكتاب نصفه، فكلمة نصفه تعرب على أنها بدل جزء من الكتاب، يعني بدل جزء من كل. والمبدل منه كلمة الكتاب تعرب على حسب موقعها، وهي هنا في هذه الجملة مفعولا به، والبدل يتبع المبدل منه. فإذا كلمة نصفه تعرب على أنها منصوبة أيضا، لأن كلمة الكتاب منصوبة. إذا رأينا مثلا، وفي المثال الثاني رأيت الهرم قمته، فالقمة جزء من الهرم، والهرم تعرب مفعولا به منصوب، كذلك كلمة قمته تعرب بدل جزء من كل منصوبة أيضا. رأيت السفينة شراعها، الشراع أيضا جزء من السفينة ويتبع أيضا في الإعراب. أحيانا قد لا يتصل بدل البعض من الكل بضمير، وذلك إذا كان بدل تفصيل، أي يقصد به ما يجيء بعده تفصيل لما قبله، مثل قولنا فاز سباحان مصري وسعودي. فمصري وسعودي
هاتين الكلمتين تعربان على أنهما بدلا من كلمة سباحة، وقولنا الكلمة اسم وفعل وحرف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فكلمة المرأة واليتيم بدل من كلمة الضعيفين لأنها تفسير لهم. الإنسان رجل وامرأة مثلا يعني. نأتي إلى محطتنا الأخيرة والنوع الثالث من أنواع البدل، وهو البدل الاشتمال، وتعريفه هو ما دل على معنى أو صفة اشتمل عليها المبدل منه وليس مطابقا له ولا جزءا من أجزائه، وغالبا يأتي في الأشياء المعنوية، ولا بد له أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. فمثلا قولنا أعجبتني القصيدة فكرتها، هنجد أن القصيدة قد اشتملت على الفكرة وعلى غير الفكرة، والفكرة تعرب هنا بدل اشتمال. وراقتني الفتاة حياؤها، فحياؤها أيضا تعرب بدلا من كلمة الفتاة. وأبهرني المجتهد حماسه، فحماسه أيضا بدل من كلمة المجتهد، وكل هذه حماسه وحياؤه وفكرتها كلها تعرب على أنها بدل اشتمال وتتبع ما قبلها في الإعراب. إلا أننا نلاحظ أيضا في المثال الثاني أن كلمة حياؤها في رسم الهمزة بعض الأمور، فتكتب حياؤها الهمزة على الواو إذا كانت الكلمة مرفوعة، وتكتب على نبرة أو على ياء إذا كانت الكلمة مجرورة، وتكتب على السطر إذا كانت الكلمة منصوبة. فانتبهوا جيدا لرسم الهمزة في هذه الكلمة لأن رسمها يتبع حالات الإعراب. الآن وصلنا إلى محطتنا المهمة أبنائي وبناتي، لدينا الآن لوحة تدريبية نريد منكم أن تتأملوها معي وتحلوها معي جميعا. ضع خطا تحت البدل في الجملة ثم بين نوعه وبين إعرابه. الفاروق عمر كان عادلا. الفاروق عمر كان عادلا. نعم أسمعكم تجيبون الآن. فالبدل هنا هي كلمة عمر، أحسنتم بارك الله فيكم. ونوعه ننظر في المثال فنجد أن الفاروق هو عمر، وعمر هو نفسه الفاروق. إذن هذا النوع من البدل يسمى بدلا مطابقا. هذا النوع من البدل يسمى بدلا مطابقا. وعندما نعرف كلمة عمر نذهب أولا إلى إعراب كلمة الفاروق. الفاروق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة عمر تتبع كلمة الفاروق. إذن فكلمة عمر أيضا مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. وخبر المبتدأ هو الجملة الفعلية كان عادلا. خبر المبتدأ هو الجملة الفعلية كان عادلا، جملة فعلية في محل رفع خبر. نذهب إلى المثال الثاني. يحج المسلمون إلى بيت الله الحرام، الكعبة. يحج المسلمون إلى بيت الله الحرام الكعبة. نعم نعم أحسنتم. نجد أن بيت الله الحرام هو الكعبة، والكعبة هي بيت الله الحرام. إذن هذا النوع من البدل أيضا بدل مطابق. وعندما نذهب إلى إعرابه نجد أن كلمة بيت مجرورة بإلى وعلامة جرها الكسرة، والكعبة بدلا من كلمة بيت، والبدل يتبع المدل منه في إعرابه.
فنجد أن كلمة الكعبة أيضا تكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة. لدينا في المثال الثالث: احرص على الطاعة ترى الإسلام رحمته. احرص على الطاعة ترى الإسلام رحمته. فنجد أن كلمة رحمته نعم هي البدل، ولكن يا ترى أي نوع من البدل هو؟ هل هو جزء من الإسلام؟ هل الرحمة هي نفسها الإسلام؟ أم أن الإسلام قد اشتمل على الرحمة وغيرها؟ أسمعكم تجيبون بأن هذا النوع من البدل هو بدل اشتمال، بدل اشتمال، وقد اتصل بضمير يعود على المبدل منه وهو كلمة الإسلام، وكلمة الإسلام منصوبة لأنها مفعولا به، إذن فكلمة رحمته أيضا تكون منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. أدهشني الأجداد حضارتهم، المثال الرابع: أدهشني الأجداد حضارتهم. أدهشني الأجداد حضارتهم. أدهشني الأجداد حضارتهم. هل الحضارة جزء من الأجداد؟ لا. هل الحضارة هي نفسها الأجداد؟ لا. هل الأجداد اشتملوا على هذه الحضارة مثل قولنا: أعجبتني الفتاة خلقها، أعجبني الكتاب فكرته؟ نعم، هذه مثل تلك. فإذا هذا النوع من البدل يعرب على أنه بدل اشتمال. في المثال الخامس: يزور السائحون أرض الفيروز سيناء. يزور السائحون أرض الفيروز سيناء. نعم، ندرك الآن بكل سهولة ويسر أن أرض الفيروز هي سيناء، وأن سيناء هي أرض الفيروز. إذن هذا النوع من البدل هو بدل كل من كل، أو بدل مطابق، وكلمة سيناء تتبع كلمة أرض في الإعراب. فيزور السائحون أرض، يزور فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والسائحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وأرض مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الفتحة أرض، والفيروز مضاف مجرور وعلامة جره الكسرة، وسيناء بدل من كلمة أرض منصوبة وعلامة نصبه الفتحة. يعجبني الطالب أخلاقه. بارك الله فيكم أبنائي وبناتي، أحسنت يا أروى، ممتاز. هذه فعلا بدل اشتمال، بدل اشتمال. وأخلاقه الطالب تعرب فاعل، وأخلاقه بدل من كلمة الطالب، فإذا ستكون مرفوعة مثلها. يجب علينا المثال السابع: يجب علينا التمسك بالأخلاق جوهرها. أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك يا بني. مباشرة أجاب بأنها بدل اشتمال، بدل اشتمال. يجب علينا أن نسمو بوطننا مصر. جزاك الله خيرا يا ملك، ممتازة. أجابت وقالت أن مصر هي البدل، ووطننا هي المبدل منه، وكلمة مصر بدل مجرور وعلامة جره الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. وكلمة مصر بدل مجرور وعلامة جره الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. طب أي نوع من البدل هذا؟ الوطن مصر، ومصر هي الوطن. مباشرة نجيب ونقول أن هذا النوع من البدل هو بدل كل من كل، أو بدل مطابق. الآن لدينا تدريبا آخر: صغ من كل جملة جملة أخرى فيها بدل ومبدل منه. يعجب السياح بآثار مصر.
نريد أن نصوغ من هذه الجملة بدلاً ومبدل منه. نعم، يمكننا أن نقول يعجب السياح بمصر آثارها، لأن الآثار في هذه الحالة، مصر في هذه الحالة تكون مشتملة على الآثار، فيكون لدينا بدل اشتمال. تنفعني نصائح الأستاذ. ماذا نقول يا أبنائي وبناتي؟ ينفعني الأستاذ نصحه. ينفعني الأستاذ نصحه. ممتاز، بارك الله فيكم. هذا جيش يحمي الوطن. هذا جيش يحمي الوطن. نعم، ينفعنا، يمكن أن نقول يحمي الوطن هذا الجيش. يحمي الوطن، يحمي الوطن هذا الجيش. أعجبني أسلوب المجتهد. إب المجتهد أعجبني أسلوبه. المجتهد أعجبني أسلوبه. في الفقرة التالية يقول اطلب مني اجعل التمييز في الجملة التالية بدلا. أعجبني الرجل خلقا. نعم، نقول أعجبني الرجل خلقه. راقتني الوردة منظرا. راقتني الوردة منظرها. سرني البحر منظرا. سرني البحر منظره. ارتفع الذهب ثمنا. ارتفع الذهب ثمنه. نسقت الحديقة شجرة. نسقت الحديقة شجر. نسقت الحديقة شجرها. نسقت الحديقة شجرها. التدريب الثالث، لدينا فقرة صغيرة ولدينا بها بعض الكلمات الملونة، ومطلوب مني أن أستخرج البدل ونبين نوعه، كل أنواع البدل التي وردت في هذه الفقرة. كان الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله نمطا فريدا في قراءة القرآن الكريم. بدأ حفظ القرآن وتلاوته منذ صغره، وقد طاف بالوطن العربي معظمه، يقرأ للعربي كلهم، وقد أطربنا المنشاوي صوته. كلمة نمطا، كان الشيخ محمد صديق المنشاوي نمطا. أسمعكم تقولون أن كلمة نمطا وقعت في جملة كان. إذن نبدأ الجملة من أولها. كان فعل ماض ناسخ، والشيخ اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم محمد صديق المنشاوي بدل من كلمة الشيخ، وكان تحتاج أيضا إلى خبر هنا، فنجد أن كلمة نمطا هي خبر لكلمة كان، خبر كان منصوبا وعلامة نصبه الفتح. وفريدا، نعم، هل هي خبر ثاني أم نعتا؟ أحسنتم، فريدا نعتا لكلمة نمط، والنعت يتبع المنعوت، ففريدا تعرب أيضا نعتا منصوبا وعلامة نصبها الفتحة. في قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، نجد أن كلمة القرآن قد أضيفت إلى كلمة قراءة، وكلمة قراءة مجرورة، وكلمة القرآن مضاف مجرور، وكلمة الكريم نعتا لكلمة القرآن، وكلمة القرآن مجرورة، بالتالي يكون النعت مجرورا أيضا، فكلمة الكريم تعرب على أنها نعتا مجرورا وعلامة جره الكسرة. بدأ حفظ، من الذي بدأ؟
الشيخ بدأ أي شيء أو بدأ ماذا؟ بدأ حفظه، يبقى بدأ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الشيخ محمد صديق المنشاوي، وحفظ مصدر منصوب لأنه مفعولا به. وقد طاف بالوطن العربي معظمه، وقد طاف بالوطن العربي معظمه. إذن نجد أن كلمة معظمه بدل من كلمة الوطن، والمعظم هذه مثلما قلنا أن كلمة كل وبعض ومعظم وأكثر وأغلب كلها تأتي بدل جزء من كل، بدل تعرب على أنها بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. يقرأ للعرب كلهم. أسمع أحدكم يقول أن كل هنا بدل. لا يا أبنائي، كلمة كل هنا تعرب على أنها توكيد معنوي لكلمة العرب. يقرأ للعرب كلهم، والتوكيد يتبع المؤكد، يبقى توكيد مجرور. استخرج بدل كل بدل وبين نوعه وإعرابه. ننظر إلى في الجملة مرة أخرى ونحاول أن نستخرج البدل، فنجد أن كلمة صديق محمد صديق المنشاوي هذه هي بدل من الشيخ، ونوع البدل هنا بدل مطابق، لأن الشيخ هو بدل محمد صديق المنشاوي، ومحمد صديق المنشاوي هو الشيخ. ثم نتقدم سويا في الفقرة. بدأ حفظ القرآن وتلاوته منذ صغره، وقد طاف بالوطن العربي معظمه. الآن كنا نعربها على أنها بدل جزء من كل أو بعض من كل. يقرأ للعرب كلهم، وقد أطربنا المنشاوي صوته الصوت مثل عجبني الكتاب فكرته، عجبتني الفتاة خلقها، تذكرتم؟ نعم، بارك الله فيكم. صوته تعرب على أنها بدل، ولكنها بدل اشتمال، بدل اشتمال. أحسنتم أبنائي وبناتي، وبارك الله فيكم جميعا. ننتقل الآن إلى محطتنا الأخيرة وهي الواجب. أريد منكم أن تلتقطوا هذه اللوحة بكاميرات هواتفكم وتحاولون الإجابة عنها. لدي في هذه الفقرة أيضا بعض الكلمات الملونة باللون الأحمر، نريد إعرابها، ثم نستخرج كل أنواع البدل الموجودة في هذه الفقرة ونعربها، ونقارن بين الجملتين التاليتين. سوف أحل معكم النقطة الثالثة، بين نوع المنادى وأعربه في الجملتين التاليتين، كمراجعة على درس المنادى الذي سبق تناوله. يا طالب افهم، يا طالب افهم السؤال قبل الإجابة. يا جنود الوطن أنتم الأبطال، ما نوع المنادى في الجملة الأولى؟ نتأمله جيدا نجد أنه مفرد أم نكرة مقصودة، أم نكرة غير مقصودة، أم علم، أم مضافا، أم شبيها بالمضاف. أحسنت يا منى، بارك الله فيك. يا طالب هنا نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. يا طالب افهم الإجابة. يا رجل اتق الله، وهنا يكون المنادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، فأقول يا طالب
يا طالب افهم الإجابة قبل افهم السؤال قبل الإجابة. عندما ننتقل إلى المثال الثاني، يا جنود الوطني، أنتم الأبطال، نجد أن كلمة جنود قد أضيفت للوطن. إذن هذا النوع من المنادى منادى مضاف، والمنادى المضاف حكمه النصب، حكمه النصب مباشرة. فنقول جنود منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بارك الله فيكم يا أبناء. اللوحة الثانية من الواجب، لدينا فقرة أيضا نقرأها جيدا ونحاول الإجابة إعراب الكلمات الملونة باللون الأحمر والتي تحتها خطا، ثم نستخرج من العبارة بعض الأشياء المطلوبة، منادى ونبين نوعه ونعربه، ونعتا يكون جملة، وفعلا معربا وآخر مبنيا، وبدلا ونحدد نوعه ونعربه، وخبرا يكون جملة، وفعلا ينصب مفعولين ونحدد هذين المفعولين. ثم أهم شيء عندنا هذه الجزئية أو هذه النقطة لا يخلو منها امتحان أبدا، وهي الكشف في المعجم. الكشف في المعجم، كيف تكشف في المعجم عن كلمة التفاؤل، وكيف تكشف في المعجم عن كلمة صفة. إن شاء الله في المراجعات سوف نعيد تذكيركم بكيفية الكشف في المعجم والخطوات التي يجب أن نمر بها. نذكركم بها هنا في عجالة أن أهم شيء لدينا أن نجرد الكلمة من حروف الزيادة، ونرد الحروف المحذوفة التي حذفت من أصل الكلمة نردها مرة أخرى، ونفك الحرف المضاعف أي الحرف المشدد، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى أصل الكلمة أو جذرها، ثم نبحث عن هذا الأصل على حسب النوع المعجم الذي بين أيدينا. فإذا كان معجما حديثا نبحث على حسب الحرف الأول من هذا الجذر، ثم الحرف الثاني والثالث. أما إذا كان معجما من المعاجم القديمة فإننا نبحث باعتبار الحرف الأخير من جذر الكلمة ثم الحرفين الأول والثاني. إن شاء الله في المراجعات سوف نعطيكم أمثلة كثيرة على هذا الأمر. هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في هذا اللقاء، وأدعو الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق والنجاح، وأترك لكم المجال للتساؤلات من خلال الشات، وفي انتظار استفساراتكم لمدة 5 دقائق قبل أن نترككم في حفظ الله ورعايته. أرى تفاعلا جيدا من أبنائي وبنات الطالبات. جور جزاه الله خيرا، قد أجابت على أكثر من سؤال. وفاطمة أيضا تحتاج إلى بعض الدعم. إن شاء الله سوف نعيد شرح هذا الدرس مرة أخرى باختصار، ولكن في حصص المراجعة مع التطبيق عليها. لدي أيضا كينزي أجابت إجابات طيبة، وأروى ومنة أيضا أجابت إجابات طيبة، وفرح طارق وسهيلة وتسنيم. أحسنتم أبنائي وبناتي، وجزاكم الله خير الجزاء.